السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام جامع سيدنا الحسين والجامع الأزهر بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عائشة وتيجي عند جامع سيدنا الحسين علشان تعرف القصة الجميلة بتاعته. معروف إن سيدنا الحسين اتقتل في كربلاء في سنة 61 هجري 680 ميلادي، واتفصلت راسه عن جسده. الجسد اتدفن في كربلاء، وده متفق عليه بين غالبية المؤرخين، مفيش اختلاف بينهم. الاختلاف هيحصل على مكان دفن الراس، الراس اتدفنت فين؟ لأن في 8 أماكن المؤرخين اتكلموا عنها لدفن الراس. المكان الأولاني إنها اتدفنت مع الجسد في كربلاء بعد حوالي 40 يوم. المكان الثاني إنها اتدفنت في البقيع في المدينة المنورة. المكان الثالث إنها اتدفنت في دمشق مقر الخلافة الأموية. المكان الرابع في حلب. المكان الخامس في الرقة. المكان السادس في مدينة مرو في تركمانستان. السابع والثامن متصلين ببعض، السابع في عسقلان والثامن في القاهرة. وإن صح السابع هيصح الثامن، بمعنى إن اللي اتكلموا مثلا إن سيدنا الحسين اتدفن في البقيع في المدينة، هم قالوا إن هو اتدفن في المدينة وفضل في المدينة ما اتنقلش، اتدفن في دمشق، اتدفن في دمشق وفضل في دمشق ما اتنقلش، اللي قالوا في كربلاء اتدفن في كربلاء وفضل في كربلاء، لكن اللي قالوا إن هو اتدفن في عسقلان قالوا إنه هيفضل في عسقلان فترة وبعد شوية هيجي القاهرة. الكلام ده إمتى؟ ده في العصر الفاطمي الثاني، كانت البداية وقت الخليفة المستعلي والوزير الأفضل شاهن شاه ابن بدر الجمالي، بالتحديد في سنة 493 هجري 1099 ميلادي. ده تاريخ الحملة الصليبية الأولى، لما الصليبيين سيطروا على بيت المقدس وراح الأفضل شاهن شاه عشان يحاربهم، فهو عدى على مدينة عسقلان، وإن بيقولوا بقى إن سيدنا الحسين كانت راسه مدفونة هناك في عسقلان. فالأفضل شاهن شاه اللي راح على المكان اللي مدفون فيه راس سيدنا الحسين، والمكان ده كان اندثر، فهو جدده وزينه وفرشه وفتحه للصلاة، وفضل سيدنا الحسين هناك لأواخر الدولة الفاطمية في عسقلان، أواخر الدولة الفاطمية وقت الخليفة الفائز، وكان وزارة الوزير الصالح طلائع. الكلام ده بالتحديد في سنة 548 هجري 1153 ميلادي. إيه اللي حصل؟ إن الصليبيين دخلوا عسقلان، وإن الدولة الفاطمية في القاهرة خافت من الصليبيين ينبشوا مكان الراس، فراح الوزير الصالح طلائع اتفق مع الصليبيين وقال لهم احنا هناخد الراس ننقلها القاهرة مقابل مبلغ من المال هندفعه لكم، حوالي 30 ألف دينار أو 30 ألف درهم. وجه الوزير الصالح طلائع جنب الجامع بقى بتاعه اللي هو عمله خارج باب زويلة، يعني هنا مأذنتين جامع المؤيد شيخ فوق باب زويلة، ودي قبة جامع المؤيد شيخ، برا باب زويلة على طول على الشمال بنلاقي جامع الصالح طلائع. هو كان عمل هناك جامع وكنا اتكلمنا عنه قبل كده، وعمل فيه بقى زي مشهد او قبة ضريحية، وجاب لها رخام واعمدة وزينها وزخرفها وسجاجيد، وصرف عليها علشان ينقل فيها راس سيدنا الحسين. الراس بالفعل وصلت مصر، وصلت لغاية المطرية عند جامع اسمه جامع التبر، وبعدين اتعمل بعد كده المكان ده تسمى مشهد التبر. ولما جت هنا بقى خدها الصالح طلائع، وفي هناك خشبة كده عند الجامع بتاعه بيقولوا ان هو غسل عليها راس سيدنا الحسين، وهو جاي بقى علشان يدفنها هناك في الجامع بتاعه خواص الخليفة الفائز. الخليفة الفائز الخليفة الفاطمي اللي موجود في الحكم وقتها، كان عنده حوالي 6 سنين، بنقول تاني 548 هجري 1153 ميلادي. قالوا له ان رأس جدك الحسين لا يكون دفنها الا داخل القصور الزاهرة، هندفنه جوه القصر عندنا، وما تخليش الصالح طلائع يفوز بالفخر ده. فبسرعة الفائز قال لهم خلاص هاتوا الراس من عند الصالح طلائع تدفن عندنا هنا في قلب القصر، القصر الشرقي الفاطمي، القصر الشرقي الكبير. وجم في قاعة من قاعات القصر الشرقي اسمها قاعة الزمرد، جوه تحت قبة اسمها قبة الديلم، داخل باب اسمه باب دهليز الخدمة، ودفنوا فيها راس سيدنا الحسين. يعني نفهم من كده
ان كل المكان ده كان تابع للقصر الشرقي. ما القصر ده كان خمس مساحة المدينة على مساحة 70 فدان. فهو اصلا بيدينا دراسة طبوغرافية للقصر كان واصل لفين، ايا كانت بقى الراس بتاعت مين، القصة دي حقيقية ولا ايه، بس هو القصر كان واصل لهنا. قصة بقى ان الراس توصل للقصر فيها روايتين برضو. رواية اتكلمت ان هو جه من عند جامع الصالح طلائع، يعني خلاص صالح طلائع كان هيدفنه هناك في الجامع بتاعه، فالراس جت في سرداب تحت الارض من خارج باب زويلة من هناك كده لغاية تحت القصر، لغاية قصر الزمرد زي ما احنا قلنا هنا كده، يعني جاية من جنوب المدينة، من جنوبها من عند باب زويلة لهنا. في رأي تاني قال ان هي الراس جت من غرب المدينة من الاتجاه ده كده ورا مجموعة قلاوون عند يعني العمارة العالية اللي هناك دي على شارع بورسعيد، هناك كده عندها اللي هو كان الخليج المصري اللي هو شارع بورسعيد، وهناك كان في حاجة بتطل على الخليج اسمها البستان الإخشيدي. من عند البستان الإخشيدي في الغرب المدينة جت برضو الراس في سرداب نزلت تحت قصر الزمر. وبعد سنة من التاريخ اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو في سنة بقى احنا قلنا في اواخر الدولة الفاطمية 548 هجري 1153 ميلادي، بعد سنة اللي هو 549 هجري 1154 ميلادي، اتعملت قبة فوق الضريح، مش هي اللي احنا بنشوفها النهاردة. بس ايه اللي متبقي من العصر الفاطمي في عمارة الضريح من عصر الخليفة الفائز من التاريخ اللي احنا قلنا عليه 549 هجري 1154 ميلادي؟ حاجة اسمها الباب الاخضر. دي عمارة فاطمية موجودة فين بقى؟ موجود فين الباب الاخضر ده؟ للأسف احنا ما بندخلش من عنده النهاردة. شايفين المأذنة دي؟ تحت المأذنة دي في باب، هو ده الباب الاخضر اللي هو متبقي من العصر الفاطمي. لما جه صلاح الدين الايوبي واسقط الدوله الفاطميه في 567 هجري 1171 ميلادي، هو عمل ايه؟ عمل حركه غريبه جدا. جه داخل ضريح الحسين وفي المحراب اللي موجود في الضريح وحوله لقاعه للتدريس يتدرس فيه المذهب السني، وجاب شيخ من الشام اسمه البهاء الدمشقي يدرس المذهب السني جوه ضريح سيدنا الحسين. ده من ايه؟ دي الخطة اللي صلاح الدين الايوبي عملها ضد فلول الشيعة وضد الفكر الفاطمي، ان هو عايز يقضي عليهم. فموضوع بقى اللي هو الاحتفالات والموالد وآل البيت والاعياد والمناسبات واللي كان الفاطميين كانوا شغالين فيها على طول كل شهر، صلاح الدين عايز يقضي على الكلام ده. قلنا جابوا المتصوفة وقعدهم في خنقات سعيد السعداء، لكن هنا بقى في ضريح سيدنا الحسين لان هو له رمزيه هو ما قفلوش وما يقدرش يقفله ولا يقدر يلمسه، زي ما هو مثلا جه في الجامع الازهر ومنع التدريس في الجامع الازهر ومنع صلاه الجمعه في الجامع الازهر، لكن هنا اللي عايز يدرس المذهب السني يتفضل يجي، واللي عايز يجي يزور سيدنا الحسين برضه يتفضل، وممكن واحد يعمل الاثنين عادي، يعني مفيش فيها مشكله. بعد شوية برضو في العصر الأيوبي نبص هنا هنلاقي عند قاعدة المأذنة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، لأن القمة اتعملت في العصر العثماني، لكن قاعدة المأذنة دي أيوبي عملها واحد اسمه أبو القاسم يحيى ابن ناصر السكري المعروف بالزرزور، ده أمير في العصر الأيوبي أيام السلطان الكامل. الكلام ده بالتحديد كان في سنة 634 هجري 1236 ميلادي، عمل المأذنة اللي احنا بنشوفها دي. ولما جه في اواخر الدولة الايوبية ايام السلطان الصالح نجم الدين ايوب، الصالح نجم الدين ايوب كان عنده وزير اسمه معين الدين حسين ابن حموية. معين الدين حسين ابن حموية جه جنب الضريح وعمل مدرسة بإيوان، ايوان اللي هي قاعة التدريس، الايوان اللي هي القاعة زي السلطان حسن كده، القاعة اللي احنا بنصلي فيها هناك دي اسمها ايوان. الصالح نجم الدين ايوب مات في 647 هجري 1249 ميلادي وقت الحملة الصليبية السابعة بتاعت لويس التاسع. فالمدرسة اتعملت في عصره جنب الجامع، لان لما صلاح الدين خلى الضريح يتدرس فيه
جه المرحوم حسن عبد الوهاب وخد النص التاريخي ده واتكلم ان صلاح الدين كده حول الضريح لمدرسه. وان كان يعني الفهم بتاع المرحوم حسن عبد الوهاب ده محتاج لتحقيق، لكن اللي عمل مدرسه بالفعل هو الصالح نجم الدين ايوب. اتعملت في وقت الصالح نجم الدين ايوب الوزير بتاعه اللي هو معين الدين حسين ابن حمويه، والمقريزي اتكلم عنها وقال ان هي موجوده الى يومنا هذا. يومنا هذا اللي هو يوم المقريزي. المقريزي مات امتى بقى؟ مات في 845 845 هجري، اللي هو يعني منتصف القرن التاسع الهجري، القرن ال 15 الميلادي. فالمدرسه هي اللي حل محلها الجامع النهارده. الجامع اللي احنا بنشوفه ده بقى ده من عصر خديوي اسماعيل، الجزء ده من الجامع بالتحديد كمان، لان النص الثاني في نص من الجامع ده بناء الرئيس عبد الناصر، تجديدات برضو في عصر بعد الثوره، لكن الجزء ده من الجامع. جه السلطان عبد العزيز جزر مصر ايام الخديوي اسماعيل. اول ما الخديوي اسماعيل تولى الحكم في سنه 1863، والسلطان عبد العزيز زار الجامع الحسيني القديم وطلب من الخديوي اسماعيل، اداله امر ان هو يجدد ويعمر الجامع. وكان المشرف على الموضوع ده علي باشا مبارك، وعلي باشا مبارك كتب كلام كتير عن جامع الحسين في الخطط التوفيقيه، لكن هو ما ذكرش ابدا ان تجديد الجامع وبنائه كان بطلب من السلطان عبد العزيز، وفضلوا شغالين فيه حوالي 10 سنين واتكلف الاف الجنيهات في الوقت ده. خلصت حتى المأذنه اللي احنا بنشوفها دي، يعني اتكلمنا عن المأذنه دي قلنا قاعدتها ايوبي والقمه عثماني. المأذنة دي بقى كلها عصر الخديوي اسماعيل، خلصت في سنة 1295 هجري، اللي هو 1878 ميلادي، قبل ما الخديوي اسماعيل يمشي بسنة. القبة بقى اللي احنا بنشوفها النهاردة دي اللي مدفون تحتها راس سيدنا الحسين، دي اتعملت قريب جدا في الثمانينات، وعلى كلام المهندس محمد أبو العمايم هو قال لي كده، قال إن القبة دي جاية من ألمانيا وهي قبة من المعدن، واخدوا أبعاد القبة وحطوها كده، جابوها زي غطا الحلة وقاموا حاطينها مغطيين بها الضريح. إحنا بنزور الأماكن دي كل يوم جمعة وسبت، هنرجع تاني إن شاء الله بعد رمضان، لكن إحنا عندنا الجمعة الجاية بكرة 29 إبريل اللي هي آخر جمعة في رمضان. كل سنة وأنتم بخير وعيد سعيد مقدماً. احنا هنزور شارع المعز وهنبدأ من عند باب الفتوح الساعة 3:30 العصر. تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحة. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم ان شاء الله في أثر جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.